عندما غادر المسيح هذا العالم وعاد إلى السماوات، لم يخصص كل وقته للدينونة التي تكلمنا عنها. وقد ورد في الكتاب المقدس ذكر أمر آخر يقوم به في السماوات، وهو كما يلي: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكاناً. إذن خلال الفترة المذكورة يبني مدينة لنا جميعاً. ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. إذن هي مدينة رائعة، وقد قطع علينا جميعاً الوعد المذهل التالي: وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً. إذن هذا وعد لنا بعودة يسوع المسيح. وحسب ما ورد في الكتاب، متى عاد جميع من ماتوا في المسيح سوف يقومون. وإليكم ما يسمى القيامة الأولى، وقد ورد في الكتاب: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. إذن هؤلاء هم الأشخاص الذين تقبلوا المسيح على مر العصور، وسوف يقومون ويخرجون من قبورهم، وقد تغيروا وسيكونون خالدين ومحصنين ضد الفساد وبحالة صحية ممتازة ومتسمين بالكمال، وسيبقون كذلك إلى أبد الآبدين. وقد ورد في الكتاب أن أولئك الأشخاص سيعيشون ويحكمون معه طوال 1000 سنة. إذن سيمضي الأبرار 1000 سنة في السماوات، حيث سيعيشون ويحكمون مع المسيح. ومع انتهاء فترة 1000 سنة، ورد في الكتاب أن جميع الأموات المتبقين، أي الأشخاص الذين لم يتقبلوا المسيح والمنعوتون في الكتاب المقدس بضالين، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، وسوف يخرجون من قبورهم بحالة مختلفة تماما عن حالة الذين خرجوا خلال القيامة الأولى. فالأشخاص الذين سيخرجون من قبورهم في القيامة الثانية لن يكونوا اختبروا أي تغيير، بل سيقومون وهم فانون، أي سيقومون وهم معرضون للموت. إذن سيخرجون من قبورهم كما دخلوا إليها تماما، هكذا سيخرجون. وإن كانوا دخلوا إليها بساق مبتورة سيخرجون منها بالحالة نفسها، ولن يكونوا اختبروا أي تغيير قبل القيامة. وقد وردت في الكتاب المقدس عبارة: عددهم مثل رمل البحر، أي أن جميع الأشخاص الذين عاشوا منذ بدء الزمن سوف يقومون. تخيلوا المشهد، سوف يقوم أشخاص بالمليارات، نعم بالمليارات، وسيكونون كثيرا بقدر حبيبات رمل البحر. وبعد ذلك سيطرأ حدث، فالمدينة التي أنشأها يسوع وابتكرها من أجلنا جميعا سوف تبدأ فجأة بالهبوط من السماوات. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. إذن ستنزل أورشليم الجديدة من عند الله في السماء،
وستهبط على هذه الأرض. ولا أود تخصيص حلقتنا برمتها لهذا الموضوع، ولكن ورد في الكتاب المقدس أن المدينة سوف تهبط وأن قدمي المسيح ستلامسان جبل الزيتون فينشق ويتحول إلى سهل شاسع، وسوف تستقر أورشليم الجديدة عليه. إذن إليكم ما سيحصل. وبخصوص فترة القيامة الثانية، إليكم ما ورد في الكتاب: ثم متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه. لماذا؟ لأن جميع الأشرار يكونون قد قاموا، وإثر قيامتهم جميعا سيرسم في ذهنه خطة شاملة. وإليكم تتمة ما ورد في الكتاب المقدس: ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوجا وماجوجا، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. لماذا؟ لما عساه يفعل ذلك؟ لما لا يكتفي الأشرار بالقول سنقصد هذا الجانب من الأرض ونسكن فيه، وأنتم أسكنوا في هذه المدينة بالحديث عن الأبرار بحيث لا نزعجكم ولا تزعجوننا؟ لماذا؟ لما سيخرج الشيطان ويجمعهم ويقول سوف نهجم ونجتاح المدينة؟ ما السبب؟ في الواقع ثمة أمر ناقص، ثمة عامل ناقص، وهو مرتبط بحدث وقع في بدء الزمن في جنة عدن. أصغوا. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فعندما سيخرجون من قبورهم سيكونون فانين وسيفتقرون إلى الخلود، وسيكون الشيطان مطلعا على معلومة. اقرأوا معي: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. فأين تقع شجرة الحياة؟ مكانها مذكور في رؤيا يوحنا 22: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كباللور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها. إذن شجرة الحياة موجودة بداخل أورشليم الجديدة. وقد قال لهم الشيطان: لو اجتحنا المدينة سيمكننا أن نأكل من شجرة الحياة ونعيش إلى الأبد، وسوف نحظى بالخلود، سوف نأكل من شجرة الحياة ونعيش إلى الأبد. لذلك سوف يجمع كل الأشرار، وإليكم ما ورد في الكتاب المقدس: فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. إذن صعدوا وأحاطوا بأورشليم الجديدة وهم مستعدون لاجتياح المدينة، وهكذا في حال أمكنهم أن يدخلوا إليها ويأكلوا من شجرة الحياة سوف يحيون ولن يموتوا أبدا. وفي هذه المرحلة، في هذه المرحلة بالذات، تجري دينونة العرش الأبيض العظيم. تخيلوا المشهد، تخيلوا أن جميع الأشرار الذين عاشوا حتى اليوم يحيطون بالمدينة، وإذ بكل الرجال والنساء الذين عاشوا يوما يتجمعون خارج المدينة كل الأشرار، أما بداخل المدينة فيتجمع كل الأبرار الذين عاشوا يوما. إذن خلال فترة زمنية معينة سوف ينهض كل الرجال والنساء الذين عاشوا يوما. وحسب ما ورد في الكتاب المقدس، في تلك المرحلة يرتفع الله
فوق المدينة، ومتى ارتفع فوق المدينة، ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيضاً، والجالس عليه، الذي من وجهه هربت الأرض والسماء، ولم يوجد لهما موضع. إذن ارتفع الله فوق المدينة برمتها، فيما جميع الرجال والنساء واقفون، وعلى مد نظر الجميع، وإذ بخطة الخلاص تعرض على مد نظر الجميع، بحيث يرون ما فعله الله لكي يحاول تخليص كل منهم. وقد ورد: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. إذن جميعهم أصدقائي في هذه الحالة، لا يحاول الرب أن يحدد ما إذا كانوا بخير، بل نهض المسيح وشغل جهاز تحسسه وقال: من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وهذه الأحداث تلت انتهاء الحساب التحقيقي وتحديد جميع الأبرار وانقضاء فترة الألف سنة التي درست خلال قضايا كل الأشرار. لذا لا تقضي المسألة هنا بتحديد وجوب تواجد شخص في المكان أم عدمه، بل حان موعد الحساب التنفيذي الذي سيطهر خلاله الله كون الخطيئة، كون الخطيئة، بحيث يمحوه من الوجود بالكامل. وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. إذن بدأت دينونة العرش الأبيض العظيم، وفتح سفر الحياة فقط في حال كان اسمكم مدونا في السفر المذكور، سوف تحظون بالحياة، وما من طريقة أخرى. وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. إذن هنا يجري الجزء التنفيذي من الحساب. وقد روى يسوع مثلا رمزيا يوضح لنا المسألة برمتها، يوضحها لنا على أكمل وجه. وأريدكم أن تلقوا نظرة على ذلك المثل الرمزي، لأنه سيساعدكم على فهم كل المراحل وكيفية ترابطها، وهو موجود في الإصحاح 22 من إنجيل متى. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، إذن يخضعون جميعا للدينونة. الآية الثانية من الإصحاح 22 من إنجيل متى: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. إذن ثمّة ملك رتب زفاف ابنه. اقرأوا معي: وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريد أن يأتوا. والملك هنا، إنه الملك ليس مجرد شخص عادي، بل هو الملك، وقد أرسل دعوة مميزة إلى شعبه لكي يحضروا زفاف ابنه، بحيث يأتون ويشاركون في المأدبة ويستمتعون في الزفاف. وقد ورد في الكتاب أنهم لم يودوا المجيء، ونتحدث عن تسفيه شخص ما، وهؤلاء الأفراد يسفيهون الملك برفضهم المجيء. وهل تعرفون إلى ما يشير ذلك؟ يشير إلى العالم ما قبل الطوفان، عندما بشر نوح الناس طوال 120 سنة ورفضوا أن يتبعوه. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. إذن كانوا حاضرين
وتلقوا طوال 120 سنة دعوة مميزة وقد رفضوها، فدمرت المياه العالم وفني جميع سكانه. ولكن قال الله: ما داموا رفضوا الدعوة سنرسل إليهم دعوة أخرى. وأضاف: سوف أخلق شعبا مميزا وسأمنحه نعمة وأغدق ببركاتي عليه لكي يتبين جميع سكان العالم النعمة المذهلة، النعمة المذهلة التي حظي بها ذلك الشعب وما فعله الله من أجله، فيعرفون نتيجة اتباع الرب. وقال الله: حسنا، سآخذ إبراهيم وأصنع منه أمة عظيمة، أمة تمشي معي وتتبعني، فأباركها بحيث تبارك سكان العالم بأسره، وهكذا سأبين لهم نتيجة اتباع الله. اقرأوا تتمة المثل المذكور. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هو ذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. إذن أرسل عبيده لكي يقول للناس: تعالوا إلى العرس، فقد تمت كل التحضيرات، ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. اقرأوا. إذا استخفوا بالدعوة ومضوا، عبدوا آلهة آخرين، وهم بنو إسرائيل الذين اعتبروا شعبا مميزا، وقد استخفوا بالدعوة مع أن الملك حاول مرارا، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. إذن أرسل إليهم نبيا تلو الآخر لكي يقول لهم: غيروا رأيكم وتعالوا إلى العرس، فقد انتهت كل التحضيرات، لكنهم أساءوا معاملتهم. وإن كنتم غير مقتنعين، عليكم أن تقرأوا سفر إرميا لكي تتبينوا كيف عملوهم ورفضوا الدعوة. وقد تمادى الملك بحيث قال لابنه الذي كان يرتب عرسه: اذهب وادعهم بنفسك. وبالتالي أرسله كعبد فقتلوه. وقد ورد: فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. وقد بما أنهم قتلوا ابنه، وقد حذرهم يسوع، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. إذن قال: ستمحى هذه المدينة وتحرق، وقد حرق المعبد والمدينة لأنهم أمسكوا بابنه وقتلوه، لأنهم أمسكوا بابنه وقتلوه، قتلوه. والرب صبور بالفعل، وهو طيب إلى أقصى الدرجات، بحيث قال: حسنا، سنجرب طريقة أخرى. وكما أخبرتكم منذ أيام، انتقل الإنجيل إلى الأمم، وقد قال التلاميذ: سوف نبشر بالإنجيل وسندعو الناس. وإليكم تتمة المثل. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. إذن قال: اذهبوا وادعوا الناس، تجولوا على الطرقات الرئيسية والفرعية وادعوا الناس إلى العرس. اقرأوا. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين. ماذا؟
أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. يا للهول! إذن قال: اذهبوا وادعوا الناس واجلبوهم إلى العرس، وقد عج العرس بالمدعوين أشرارا أشرارا وصالحين. ولكن ليست هذه طريقة تفكيرنا. صحيح، إذ يخطر لنا عادة التركيز على الصالحين، لكنه طلب دعوة الأشرار والصالحين، وقد امتلأت قاعة العرس بالمدعوين. هل فهمتم ما جرى؟ ها؟ هل فهمتم؟ في الواقع انتقل الإنجيل إلى الأمم، ومن خلال تعاليم بولس وبطرس ولوقا وسيلة وبرنابا وجميع الرسل، انتشر كما حريق متأجج عبر المملكة، وتقبله آلاف من الناس. وبالتالي عندما حلت سنة 300 ميلادية، كان نصف أبناء الإمبراطورية الرومانية قد تقبلوا يسوع المسيح. امتلأت قاعة زفاف بالمدعوين، وبعد ذلك تدخل الشيطان. تدخل الشيطان، ووقت لا يسمح لي لسرد كل ما فعله الشيطان لكي يتسبب بشتى المتاعب، ولكن حلت حقبة الإصلاح. وبفضل المصلحين أمثال لوثر ونوكس وزوينغلي وكالفن وغيرهم من المصلحين العظماء، تم التبشير بالإنجيل ونشره حول العالم، وتقبله الرجال والنساء بإيمان واقتنعوا به، وازداد عدد الأشخاص الموجودين في قاعة العرس. اقرأوا سنة 1844: فلما دخل الملك لينظر المتكئين، إليكم الدينونة. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس. دخل الملك لكي يرى المدعوين، والمشهد يرمز إلى الدينونة، وإذ برجل يقف بدون لباس العرس. ويجدر بنا تخصيص بضع لحظات للتحدث عن لباس العرس، لأن وصفه واضح في الكتاب المقدس. أصغوا: لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، كساني رداء البر. إذن اللباس الذي كان الملك يبحث عنه فيما كان الرجل واقفا بلباسه الخاص، كان لباسا تولى الملك توزيعه. فلماذا وزعه؟ لأن الموجودين كانوا من الأشرار والصالحين، وبعضهم كانوا عاجزين عن شراء الثياب، لذا زودهم الملك بلباس للعرس، ألا وهو بر المسيح. المسيح، وقد أمنه الملك للجميع. اقرأوا: وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. تبررات القديسين، فما معنى هذه الآية؟ إليكم معناها. عندما نأتي جميعا إلى يسوع المسيح ونتقبله كمخلص من خلال تأثير الروح القدس، يجعلنا نتحلى ببره. إذن البر لا يصدر عنا بل عنه، إذ يمنحنا إياه. وقد كان الرجل واقفا وهو يتسم ببره الخاص، ببره الخاص، إذ لم يرتدي لباس العرس، وقال: لست بحاجة إليه، فأنا مكتف وبإمكاني تولي المسألة بنفسي. لذا وقف متدثرا ببره الخاص. وقد سبق أن قلت لكم إن عليكم أن تستعينوا بالمسيح وتكتسب بره، وهكذا سيستطيع التشفع من أجلكم بحيث يقف بينكم وبين الله. ما سيحدث تغييرا هائلا. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس. وإليكم الدينونة،
وتحديدا الدينونة التحقيقية، إذ دخل لكي يرى المدعوين، وها قد وصلنا إلى الجزء التنفيذي من الدينونة. فقرأوا معي ما قاله الملك له. فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ سكت. ما عساه يقول؟ قدم الملك لباس العرس، وبالتالي كان مجانيا ولم يتوجب عليه سوى قبوله، أي تقبل البر الذي قدمه، لكنه لم يتقبله، بل اكتفى ببره الخاص. فما عساه يقول؟ استحال أن يقول الملك: لم يعجبني لباسك، فذلك غير جائز. وإذ به يقف متدثرا ببره الخاص وصامتا، وعندئذ سيجري الجزء التنفيذي من الدينونة. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذن قال: اتخذت قراري، فخذوه، وإليكم الجزء التنفيذي من الدينونة. أصدقائي، إليكم معلومة، صدفت أشخاصا يظنون أن الله ويسوع سوف يدينانهم، ولكن لا، فالمسيح لا يدين. أصغوا إلى كلامه: وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. إليكم ما يفعله، يتشفع ويلتمس أباه بالنيابة عنا جميعا، وقد أتى لكي يخلص العالم، فما معيار الدينونة؟ من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. إليكم معيار الدينونة، ها هو، وقد قدم لكم بالكامل، وكل ما يلزم لدخولكم إلى ملكوت السماوات موجود هنا، وجل ما يجب فعله هو تقبله، وخلال الحساب لن يدينكم المسيح بل سيدينكم ما ورد في الكتاب، وسيحدد كونكم محقين أو مخطئين، وهكذا ستجري الدينونة. فصعدوا على عرض الأرض، أي جميع الأشرار، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. إذن سيجتمع كل الأشرار الذين عاشوا يوما، وستنزل نار من السماء وتلتهمهم، فيما يكون الأبرار بداخل المدينة، وتلك المدينة ستقاوم ألسنة اللهب كما قاومت سفينة نوح الطوفان، والأبرار الموجودون بداخل المدينة سيبقون آمنين. أما الأشرار فسوف يدمرون، وسيضع الله حدا، ليس لمدة يوم أو يومين، بل سيضع الله حدا للخطيئة إلى الأبد، لا يقوم الضيق مرتين، أصغوا إلى وصف الكتاب المقدس، ولكن سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ إذن قال: بما أن العالم بأسره سيحترق، ماذا ستكونون وكيف ستتفاعلون؟ لأنه ينوي وضع حد للخطيئة، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. إذن سوف يحترق العالم بكامله، وبالتالي
ستمحى كل الخطايا وستنتفي من الوجود. ستمحى كل الخطايا ولن تكون بعد ذلك. وبعدها سوف يجدد الله العالم. وطرح الموت والهاوية، أصغوا بانتباه، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. النار، هذا هو الموت الثاني، افهموا الصورة. فالأشخاص الذين سيطرحون في بحيرة النار لن يقوموا من الموت الثاني. وجميعنا أبراراً وأشراراً سوف نختبر الموت الأول، وسوف يقوم منه الأبرار والأشرار على السواء. أما الموت الثاني فسوف يختبره الأشرار ولن يقوم منه، ونتيجة للموت الثاني سيزولون من الوجود، ما يجعله شنيعا. ولهذا السبب تتألم روحي، لأن كل إنسان يتسم بالفرادة، وما من شخص آخر يشبهه في أي مكان في الكون. إذن كل شخص مميز وفريد، ولهذا السبب يا أصدقائي يستحق الخلاص. وهذا سبب مجيء يسوع، إذ لن يظهر شخص يشبهكم إلى أبد الآبدين. وبالتالي في حال ضل إنسان ما، لن يولد شخص مثله بعد ذلك، وذلك مريع. فالقيامة لن تكون من نصيبه، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. إذن ستقضى المسألة كما ورد في الكتاب المقدس، سوف يلتهم ويحترق ويزول من الوجود. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. اشكروا الرب لأنه سوف يجعل هذه الأرض جديدة، وكما ورد في الكتاب المقدس ستعود كما كانت في البدء، وسترجع إلى حالة جنة عدن، وسوف تعود كل الأمور كاملة، والطبيعة برمتها ستعمل على أكمل وجه، ولن يتعرض أي من عناصر ملكوت الله للأذى أو الدمار، ولن نشهد أي نوع من الأعاصير والزلازل، وسوف يضع حدا لكل تلك الكوارث. وفي ملكوت الله سوف تعمل كل العناصر بدون أي عيب كما يشاء الله. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. إذن سيقول لجميع من عاشوا على مر الأزمان: تعالوا، تعالوا لكي ترثوا الملكوت الذي أعددته لكم. تعالوا واستمتعوا، استمتعوا بالحياة وبكل ما خلقه الله، ليس لمدة يوم أو أسبوع أو شهر، بل على مدى عصور الأبدية التي لا تنتهي. استمتعوا بما صنعه الله من أجلكم. Let him be your mediator. Let him represent your case. Accept this Savior, Jesus Christ, who took your place. He is our Savior.
see. Won't you let him plead your case? Surrender all to him and receive his saving grace. اليوم إن كنتم لا تعرفون أن يسوع المسيح هو مخلصكم، اليوم قدموا له قلوبكم ودعوه يتوسط لكم ويدافع عن قضيتكم ويقف مكانكم خلال الدينونة لكي تحظوا بالحياة، الحياة الأبدية، فالرب يقدمها لكم بحيث تحيون ولا تموتون وتستسيغون كل الأمور الرائعة التي صنعها من أجلنا جميعاً. مدوا أيديكم اليوم وتقبلوه. لنصلي. أيها الآب السماوي، نشكرك، نشكرك على كلامك وعلى أملنا بالإنجيل، ونشكرك لأن المسيح هو مخلصنا، هو وسيطنا ومحامينا، ولأنه مستعد للوقوف مكاننا، ولأننا لو تقبلناه سننتقل من الموت إلى الحياة ولن نخضع للدينونة، لأنه سيحل مكاننا. هب جميع الموجودين هنا الليلة وكذلك المشاهدين والمستمعين، هبهم أن يتقبلوا بواسطة إيمانهم الوعد الرائع بيسوع المسيح. نطلب منك ذلك باسمه. آمين. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, please send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, P.O. Box 1027, Loma Linda, California, 92354. Or call us toll-free at 888-747-1844. Thank you for helping us spread the light of God's Word through television and radio. Your gifts help bring the blessed hope of salvation to millions around the world.